اهلا يا شباب، في الجزء ده هنتكلم عن الميكانيزم او الميكانيكا الخاصه بالسي ان سي. بس بصراحه وانا بجهز الموضوع ما طلعش السي ان سي ببساطه خالص، فخلينا نسرد مع بعض ونحاول نوصل المعلومه. والحلقه دي ان شاء الله هتكون بيزك او هتكون قاعده اساس سواء في الميكانيكا او في البرمجيات، فواحده واحده كده ونشوف الدنيا تمشي ازاي مع بعض. فيلا نبدا. لو سالتك مثلا اسم الخليه ده ايه، هتشوف الحرف اللي في العمود وهتشوف الرقم اللي في الصف وهتقول اسم الخليه كذا A 3 B 6. طيب لو سألتك الحصان الأسمر موجود في أي مربع هتقول لي F 8. برافو عليك. طيب لو جبت لك مكعب أو متوازي مستطيلات وقلت لك قيس لي طول الضلع دوت، هجيب وحدة القياس بتاعتك وتقيسها وليكن 100 مللي. حلو. طيب لو قلت لك قيس لي مساحة الوجه دوت، هتقول لي الطول في العرض وليكن 100 مللي في 100 مللي. تمام. طيب لو قلت لك قيس لي حجم المكعب دوت أو متوازي المستطيلات دوت، هتقول لي بسيطة، الطول في العرض في الارتفاع. طيب لو طلبت منك اوجد لي مركز المكعب دوت، هتقول لي بسيط، هجيب نص الضلع دوت مع نص الضلع دوت في المركز، وهجيب نص الضلع دوت، وساعتها هتقول لي ده مركز المكعب او المركز متوازي المستطيلات. استنتجت حاجة من الكلام ده؟ بعيدا عن النظريات والرياضيات، في حاجة اسمها احداثيات المكان أو نسيج المكان. الاحداثيات دي عبارة عن خطوط بالطول وخطوط بالعرض زي ورقة الرسم البياني، والخطوط دي بتتكرر فوق بعضها بتكون لي محور تالت، محور زد أو الارتفاع، وهو ده نسيج المكان أو الاحداثيات. وأي حاجة في الكون بتتكون من ذرات، والذرات دي بيكون لها احداثيات في المكان. يعني لو انت عاوز تبني اي شكل مهما كان، بترص الذرات دي في الاحداثيات المكان فبتاخد شكل المكان دوت. فسواء لو انت بتبني حاجه زي 3 دي برينتر، فبتبتدي تروح على الاحداثيات ديت، تبتدي ترمي الماتيريال بتاعتك او الخامه بتاعتك عشان تكون الشكل النهائي، او لو انت هتعمل مكنه سي ان سي فبيكون معاك الخامه وبتبتدي تشيل منها الزيادات اللي انت عاوزها عشان تاخد الشكل النهائي زي النحات. ولو حاسس انك انت تهت، تعالى ابسط الموضوع. اي صوره قدامك بتتكون من ايه؟ من اشكال. لو كبرت الصوره دي وقعدت تكبر عليها هتلاقيها بتتكون بالنقط، النقط دي على محور اكس وواي، وبناء على تواجدها على المحاور دي بتاخد الشكل النهائي. ده في حالة لو احنا بنرسم حاجة 2D. طب لو 3D بيبتدي ناخد المحور التالت معانا، وربنا يستر انا مش عارف اوصل المعلومة اكتر من كده ببساطة. فخلصت الموضوع، عايز اقول ان فيه ثلاث محاور للمكان اكس واي وزد. الثلاث محاور دول اللي بنى عليهم البرمجيات، سواء لو انت بتعمل اي حاجة ديزاين سواء 2D او 3D، كل البرمجيات معتمدة على الثلاث محاور دول في الديزاين، وكذلك الميكانيكا معتمدة على الثلاث محاور دول في الحركة. فخلونا ناخد مثال عن حركة البني آدم. البني آدم بيمشي في كام حركة؟ ثلاث حركات أساسية، قدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت. دول الثلاث اتجاهات الأساسية اللي بيمشي فيهم البني آدم، أو ثلاث خطوط أساسية بيمشي فيهم البني آدم. بنضيف لهم حركة تانية دوران حوالين المحور ذات نفسه. بمعنى البني آدم بيمشي قدام ممكن يشقلب لقدام والورا، ويقدر يلف يمين وشمال، ويقدر يلف حوالين نفسه. هما دول الست حركات الأساسية اللي بينتج منها جميع الحركات بمختلف أنواعها. مش عارف بعد الرغي ده عرفت أوصل المعلومة ووسطها ولا كلكعتها وباظت مني. فعلى العموم نصيحتي ليك، لو هتبني أي ديزاين لمكنة سي إن سي، أول حاجة هتعملها إنك هتغذي عينيك ومخيلتك. هتبتدي تفتح اليوتيوب أو أي ميديا، وهتبتدي تبحث عن المكنة إزاي بتتحرك وإيه عدد المحاور بتاعتها، وتشوفها وهي بتشتغل بحيث إنك تنمي المخيلة بتاعتك وتتخيل حركة المكنة وتعرف هي بتمشي إزاي. تاني نصيحة، اعرف إنت عاوز تحقق إيه من صناعة المكنة دي. بمعنى هل انت عاوز تتعلم؟ هل انت عاوز تقدمها كمشروع تخرج؟ هل انت عاوز تقدمها كمنتج نهائي وتبيعه في السوق؟ لان كل حاجه من ديت هتفرض عليك متطلبات معينه. فمثلا لو احنا هنعمل ماكينه عشان نتعلم صناعه الماكينات، احنا عارفين ان احنا هنحرق وهنبوظ حاجات كتيره، فما ينفعش تبقى تكلفه عاليه لان احنا هنخسر فيها فلوس كتيره. ما اجيبش كنترولر غالي، ما اجيبش ميكانيكا غاليه، عشان في الاول في الاخر هي حاجه للتريننج او حاجه للتدريب. بينما ان هصنع المكنه عشان اصنعها في السوق، هيكون لها مواصفات تقدر تنافس المكانات الموجودة وأسلوب تصنيع معين عشان الجودة إلى آخره. وبعد التمهيد للميكانيكا اللي أنا كنت عايز أتكلم عليها وحاسس إنك أنت تهت، فخلينا نخش بقى في الموضوع على طول. ما نيجي نشوف هنا أفضل. فخلاصة اللي كنت عاوز أقوله إن في ثلاث محاور أساسية للمكان إكس وواي وزد، وأي مادة بيكون لها أبعاد داخل محاور المكان ديت. ولو حبيت أغير شكل الماتيريال بتاعتي، بصمم مكنة بتمشي في نفس الاتجاهات بالظبط. تعال نشوف كده مثال عملي. انا عندي الماشين بتاعتي بيكون لها ثلاث محاور اساسية اكس واي وزد.
ده حركة محور X، ودي حركة محور Y، دي حركة محور Z. ومجموع الثلاث حركات دول بينفذوا لأي شغلانة أنا محتاجها. وزي ما انتم شايفين الماكينة بتقدر تنفذ أي شغلانة مهما كانت أبعادها من خلال الثلاث محاور فقط. ببتدي أنفذ الشكل بتاعي لأي برنامج ديزاين بيكون أبعاده موجودة داخل المحاور الثلاثة X Y و Z زي ما انتم شايفين، وابتدي أطلع من البرنامج حاجة اسمها جي كود وهنتكلم عليها في حلقات قادمة إن شاء الله، وتبتدي الماكينة تشتغل على الأبعاد دي وتتحققها لي في قلب الماتيريال اللي أنا عاوزها، فتاخد الشكل النهائي اللي أنا عاوزه زي ما احنا كده هنشوف. في الحلقات القادمة إن شاء الله هنتعرف إزاي نبني هيكل ماكينة CNC، ونتعرف على الأجزاء الميكانيكية المختلفة زي الجايد والبول سكرو، ونتعرف على أهم الشروط والقواعد اللي يجب اتباعها لبناء هيكل سليم لماكينة CNC. وفي النهاية أتمنى إني أكون عرفت أبسط المعلومة وأوضح مفهوم ماكينة CNC أو إزاي الماكينة بتشتغل أو هي معتمدة على إيه في الميكانيكا بتاعتها. دي متركبة غلط، نعم متركبة غلط، ممكن دول مهندسين من أوروبا هم اللي ركبوها وشغلوها مش كده؟ ايوه جربوها تمام، لكن لو اتركبت صح تضاعف انتاجها. ازاي ده؟ انا بقول لسيادتك كده، هي كل الحكايه ان فيها بعض اجزاء متركبه غلط، انا هصلحها.